من الرقبة. صباح الخير. صباح الخير أخت رشا، تحياتي لك وللأخ عبيد ولكل السادات والسادة المشاهدين والمتابعين الكرام. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. دكتور أيمن، اسمح لي يعني خليني أقول إن المحكمة بتسعى لإصدار هذه الأوامر، لكن أنا لما شفت وتابعت اللي حصل لقيت إن المحكمة في الآخر ساوت ما بين الكفتين، ما بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي. في رأيك هل هذا انتصار للقضية أم ضدها؟ يعني منذ عدة أسابيع أختي رشا نحن نتابع طبعا أن هناك إرهاصات داخل المحكمة الجنائية الدولية والتي تقدمت لها جنوب أفريقيا ومعها أربع دول أخرى منذ عن نوفمبر الماضي بطلب اعتقالات وإحضار لقيادات الاحتلال، ولكن محكمة طبعا تريد أن توازن كما تعتقد بين الكفتين وتوازن بين الضحية والجلاد، لذلك طبعا هذا التوازن غير صحيح. ويمكن من قرأ ما كتبه طبعا كريم خان في مذكرات الاعتقال، يعني عندما تحدث عن قيادة حماس رئيس المركز السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مسؤول جناح العسكري لحركة حماس محمد ضيف، وكذلك مسؤول حركة حماس في قطاع غزة يحيى سنوار، تفاصيل المذكرة طبعا إحداث عمليات قتل جماعي يوم 7 أكتوبر، اغتصاب نساء، قتل أطفال، طبعا تحريض على العنف، كل هذه الأمور أنت تقرأها مقابل استدعاء أو مذكرة اعتقالات الاحتلال الإسرائيلي جالنت وزير الحرب نتنياهو. طبعا الأمور أنه أنا من حق دولة الاحتلال أن تدافع عن نفسها، أن هناك تجاوز للقانون، أن جالنت صرح بأنه لا ماء لا شراب لا دواء إلى غزة، يعني هو حتى في مذكرة الاتهام غير عادل لم يتحدث عن جرائم احتلال أكثر من ذلك، وطبعا متوقع يعني ورغم كل ذلك هوجم من الولايات المتحدة الأمريكية وعلى لسان رئيسها طبعا جوزيف بايدن بشكل مباشر قال أن الأمر مشين، وكذلك طبعا حكومة الاحتلال نتنياهو أولا وحكومته متتالية وحتى المعارض يعني إير لابيد بالأمس وكذلك كانت تهاجم المحكمة بشكل كبير جدا. الغريب أنهم طبعا في كل مهاجمات نقول أن المحكمة مسيسة، المحكمة طبعا معادية للسامية، دائما أنا أتساءل هل الساميين عرق ديني أم هو عرق إثني؟ إن كان عرق ديني ما هو دكتور أيمن خلينا برضو نقول أنه يعني سواء بقى على إسماعيل هنية، محمد الضيف، يحيى السنوار، هم قالوا حاطين سبعة طوفان الأقصى 7 أكتوبر، وأيضا المحتجزين، يعني هي دي نقطة الضعف بالنسبة للجانب الفلسطيني. ما هو أختي الكريمة يعني أنا بستغرب أيضا أنه لدينا إحنا 15 طبعا أسير فلسطيني اعتقلوا خلال الفترة الماضية، والبعض حتى من البعض يبرر ذلك أن هناك من ضمن المعتقلين الإسرائيليين أو الأسرى الإسرائيليين نساء وأطفال، طب ما إحنا لدينا نساء وأطفال يعتقلوا ويقتلوا بشكل كبير. أنا معاك أنا معاك في ده، أنا مش ضد ده، أنا بتكلم على الدفوعات الإسرائيلية في المحكمة، يعني أنا بتكلم على أنه هذا الجانب لقى نقطة معينة قدر أن هو ينفذ منها للمحكمة. بالتأكيد بالتأكيد نحن نعلم أن هناك طبعا سيعتمد على هذا الأمر بشكل أو بآخر طبعا في إحضار طبعا أو إعداد مذكرات الاعتقال، هذا الأمر شيء طبيعي، لكن كما أشرت أنك كما تحدثت في الدفاعات بشكل كامل في هذا الأمر بالتأكيد ستأخذ بعين الاعتبار عملية الخطف، نعم. يعني كما أشرت أنه تحدثوا عن اغتصاب وعن قتل وخطف ولا ذاكرة، لكن لما تحدثوا عن جرائم الاحتلال ضد شعب فلسطين اليوم تحدث عن 36 ألف شهيد جلهم من النساء والأطفال، عندما يتحدث طبعا مسؤول الأمن القومي الإسرائيلي جاك سولفان أنه لا توجد حتى الآن ما يدلل على ارتكاب احتلال الحروب بعد جمعية، هو يعني لا يرى ما يحدث فيه، لكن أنا أعتقد دكتور طب دكتور أيمن إيه السيناريوهات الإسرائيلية المتوقعة للتعامل مع هذا الأمر؟ يعني الاحتلال لنا كما أشارت أنه حتى لو صدرت هذا القرار هذا لن يؤثر شيء على سيرورة الحرب في قطاع غزة، هم سيستمروا في حربهم على قطاع غزة، لكن نحن نعتبر أن إذا صدرت هذه القرارات قد تساعد محكمة العدل الدولية لإصدار قرارات أولا تدابير عاجلة لوقف الحرب على غزة بالتحديد رفح بعد تقريبا الاحتلال احتل نصفها وشرد نصف النازحين في تقرير الأمم المتحدة بالأمس 810 ألف غادروا طبعا رفح من إجمالي 1,300,000، كذلك طبعا الحديث
بشكل او باخر على تردد محكمه العدل الدوليه. مهم طبعا جميعنا يعلم ان الفرق بين محكمه العدل الدوليه التي تقاضي دول وجنايه دوليه تقاضي افراد. هذا سيقيد حركه ايضا نتنياهو، قد يتحرك فقط بين تل ابيب وواشنطن التي لم تسلم للانتربول الدولي، لكن من سيدفع الثمن بشكل مباشر؟ هو دكتور ايمن، هو بالنسبه لنتنياهو لن يتحرك غير بين تل ابيب وواشنطن، لانه هو قال احنا مش موقعين على هذه المحكمه، احنا مش عضو فيها، يعني هو مشكلته في الاتحاد الاوروبي. بالضبط، هو دي مشكله الاتحاد الاوروبي دلوقتي مع اسرائيل. يعني هل الاتحاد الاوروبي بالفعل سيقوم باجراءات اذا هو ده يعني دي هتبقى مشكله الاتحاد الاوروبي مش نتنياهو بشكل كبير، لان هم موقعين. صحيح صحيح. هل سيقوم بتسليمه للجنائي الدولي في حال تحرك؟ وانا اعتقد ان نتنياهو لن هو في هذه الفتره ليس بحاجه الى السفر، يعني بتعرف في مخوض الحرب، نعرف ان بالنسبه لنتنياهو حرب غزه هي حربه الشخصيه، وتحدث عن ذلك رئيسة حزب العمل ميرات ميخائيل، قالت ان نتنياهو يقود حربه الشخصيه وياخذ دولتنا وياخذ طبعا على لسانها وياخذ المنطقه بمجملها الى الهاويه. وبالتالي هو بالنسبه له استمراره على الحكم مرتبط بالحرب، عسى أن تتغير الأمور عندما يصل كما يتوقع ترامب في نوفمبر في الانتخابات الأمريكية وتتغير المعادلة بشكل كامل. نتنياهو لا يكترث لذلك، وحتى لن يكترثوا في طبعا قرارات محكمة العدل الدولي عفوا الجنائية الدولية، ولكن كما أشرت هذا سيبنى عليه في المستقبل لمطار في الاحتلال. يعني لدينا منذ أكثر من عام إصدار مذكرة اعتقال للرئيس الأمريكي فلاديمير بوتين دولة عظمى، ولكن كذلك لم يستطيع لا الانتربول ولا غيره تسليمه. نعم. طب هل هذا القرار له تأثير يا فندم على الخلاف بين نتنياهو وجالنت؟ لا، واضح انه لن يكون له تأثير، لان طبعا على صعيد القرار الجنائي الدولي طبعا الجميع هاجم. واليوم جالنت تحدث مره اخرى صباح اليوم حول موضوع رؤيته اتجاه اليوم التالي للحرب، يعني الامور لم تتغير بالنسبه له في وجهه نظره في اليوم التالي للحرب، ويقول ان تكلفه الاحتلال طبعا عاد مره اخرى اليوم عندما سئل مع طبعا احدى المحطات الاسرائيليه قال ان انا اتحدث عن تكلفه الحرب ليس فقط اقتصاديا، ايضا طبعا وجود قوات كبيره من الجيش داخل قطاع غزه، طبعا الجيش الاسرائيلي لفتره طويله، هذا سيكون مرهق كبير جدا للجيش، وان اعاده احتلال غزه عسكريا امر ليس جيدا. وايضا اكد اليوم انه ضد فكره عوده فتح ايضا طبعا، وهنا يتفق كليا مع نتنياهو في انه لن نسمح لفتح ستان ولا حماستان في قطاع غزه، بغض النظر عن ما طبعا المواقف بين جالنت ونتنياهو. جالنت تحدث في خطه مكتوبه في يناير من العام الحالي حول رؤيته اتجاه غزه، وجميعهم يتحدثون وكانه بالفعل انتهت المقاومه، بدات الاحتلال يرتب اوراق. يمكن الشيء الغريب دكتور راشد، منذ الايام الاولى للحرب والامريكان ولا يزالون يتحدثون حول اليوم التالي للحرب. ايضا ما نسمع من مواقف امريكيه انهم ضد عمليه رفح وانهم لن يرسلوا اسلحه، وفي الفتره السابقه قال بايدن هو وضع غريب دكتور ايمن، يعني هو لا حماس ولا فتح، لا يريدون حماس ولا فتح، مع ان كلمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القمه العربيه الاخيره يعني اعتقد انه وجه اتهامات بشكل مباشر لحماس، يعني هو بيقول نحن كنا لا نعلم بطوفان الاقصى، ونحن يعني من الواضح من كلماته انه هو ما كانش موافق قوي على اللي بيحصل. يعني طبعا بالتاكيد حماس لم تشاور احد، وهي لم تشاور احد، انا معاك بس يعني لو هم بيقولوا لا حماس ولا فتح، طيب حتى مع موقف الرئيس الفلسطيني يعني هم لا يريدوا ذاك الطرف ولا ذاك الطرف، يبقى مين اللي موجود؟ يعني ما احنا عارفين ان فلسطين يا بيتبعوا حماس يا منظمه التحرير او فتح، يعني هم طرفين ليس الا. بالضبط، والاحتلال يحاول او يقنع نفسه انه يستطيع ان يولد في غزه كيان غير معادله بعد كل صناعيه الكراهيه. نعم. في غزه التي صنعت خلال على العموم هنشوف الايام هتسفر عن ايه. دكتور ايمن الرقبه احنا بنشكرك شكرا جزيلا.